بالرغم من هناك زيادة سكانية وزيادة في الأراضي الزراعية أيضا. هذه نتبع الطرق العلمية المتطورة باستخدام تقنيات الري الحديثة، لأن الزراعة هي المستهلك الأول للمياه. فعندنا خطط كبيرة وطموحة في هذا الجانب. بكل تأكيد بسياق الحلقة راح نمر على الري. نعم. وطرق نعم. الري ونمر. نعم. على هواية. وهذه قصدي حتى نقلل الفجوة. أي. اللي قلت لك أنه لو لم نعلم نعمل أي شيء يعني نظل قاعدين نتفرج، طبعا هذا الفرق راح يصير بحدود 10 مليار. لكن هناك إجراءات، هناك مخرجات للدراسة الاستراتيجية أعطتنا ماذا يجب علينا أن نعمل، وهذا ما قاعد نشتغل عليه الحقيقة. تمام. هي وفق لخط يعني خطة طريق عمل، هي الدراسة الاستراتيجية، وإحنا وفق هالخطة هاي نعمل على كيفية إدارة المياه، إدارة المورد هذا المهم جدا بشكل حكيم، بحيث نقلل الفجوة ونأمن الاحتياجات الكاملة لكافة المستهلكين بشكل متوازن وسليم. تمام. إذا أردنا مع الوزير نأرخ لأزمة المياه بالعراق، متى بدأت هذه الأزمة وتم دق جرس الإنذار؟ قبل 2003، بعد 2003؟ هي الحقيقة هذا تاريخ. نهري دجلة والفرات كانت تأتي بالكامل للعراق كل وارداتها، وهذا معروف تاريخيا. احنا شهدنا سنوات فيضانية عارمة من الخمسينات من القرن الماضي. بال54 كان هناك، بال60 كان هناك فيضان، بال70، بال80، 88 كان فيضان عارم أيضا. لكن تغيرت المعادلة بعد أن قامت تجارة تركيا بإنشاء سدود وخزانات على نهر الفرات ونهر دجلة أيضا. بدأت هذه في طبعا أول سد كان أنجز هو سد كيبان في سنة 1969. 69؟ نعم. ولحقت مجموعة سدود على نهر الفرات، وكان آخرها السد العملاق هو أتاتورك اللي غير المعادلة بالكامل، وهذا صار أنجز في التسعينات يعني، وكان اكتمل الملئ ماله في 1993. خلينا نسولفها للطرفة مع الوزير. مو يقولون ما ادري منو لزم جقارته الكروت وقعد على الشاط وقال لهم تركيا اذا ما تفتحون المي ما ادري شو يسوي. شايف هاي؟ سامع هاي الطرفة مو؟ اي لا بس هذا هاي يعني امنيات. سد اتاتورك هو اللي، لا طبعا سد اتاتورك سد عملاق. اي سنة قلت مع الوزير؟ في اكتمل خزنة في 93. في 93؟ أي. وفعلا كان واضح في ذيك الفترة كانت سنوات شحيحة وسببت مشاكل في نهر الفرات، إلا أنه بعد إنشاء هذا السد الفرات تغير الحقيقة، الفرات بالذات، وصار يعني من نهر متدفق عارم كان يجي مياه الفرات معروفة. مياه الفرات مياه محملة بكميات كبيرة من الغريان، مياه عذبة جدا. تغيرت حاليا تجينا مياه شبه صافية يعني، لأن بعد سد أتاتورك صار سد الطبقة أيضا بنفس تزامن مع أتاتورك في سوريا. هذه السدين كان لها تأثير على وضع الفرات. حاليا هي تجينا المياه من كميات اللي تطلق من هاي السدين. هناك اكو اتفاقية الحقيقة بيننا وبين سوريا وايضا تركيا. تركيا وسوريا عندهم اتفاقية انه كمية المياه على الحدود تكون 500 متر مكعب بالثانية في منطقة جرابلس الحدود السورية التركية، منها ان 58% معناها 290 متر مكعب تصل إلى الحدود العراقية السورية. هذه الاتفاقية معمول بها. أحيانا أكو إخلال لدى الجانب التركي، وفعلا العام الماضي كان أكو عدم التزام في تنفيذ هذه الاتفاقية. ندخلنا وحاولنا، حاليا الأمور تحسنت والواردات رجعت. مع الوزير، شنو قصة سد الجزرة يقول؟